ما تقنعني يا حبيبي. ما عم اقول لك ما تطلع عم اقول لك ما اجت هي بعد اكتشف ما اكتشف الخندق إيه؟ قال لها انا وياك انت طالق 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 هيك قال لها. قالت له انت منك مسلم. اجى قال لها نشرب فودكا مع بعض ستولشناي بس انه صار شيء من هذي. بس انه معقول مرته لبوتين مان؟ ما هي شكلها قائمة الصواريخ تبع الأسرية. الأحداث المندلعة حاليا بتركيا بدأت بعد ما فرض أردوغان قوانين بتصعب عملية بيع الكحول على الأراضي التركية. وحجة أردوغان انه ما بده جيل تركي عم يتسكع سكران هيك الشارع. انا عالي عشي ما بعرف انه اذا المشهد هلا انه عايش باكثر لرجب رجب حش صاحبك عني رجب. موجة الاحتجاجات التركية ضد رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان تزداد كل يوم. ورفض رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان للمحتجين بوصفهم لصوصا وتعليقات ربطت بعضهم بالإرهاب. وعم بتم نشر صور للتظاهرات بين بوحدة منهم النجم التركي أليت أرجنش صاحب دور السلطان سليمان بالمسلسل الشهير حريم السلطان وهو عم بيشارك بإحدى التظاهرات. الشباب التركي فعلا صار بالشارع والاحتجاجات انتقلت الى مختلف المناطق التركية. تعرفوا كيف تعرفوا انه اردوغان بيعرف انه الموضوع كبير؟ كيف؟ لانه مثله مثل كل رؤساء دول الربيع العربي بلش يحكي عن مؤامرة خارجية، ولانه الدول الاوروبية وامريكا بلشت تحكي عن قلق تجاه الاحداث بتركيا. الشباب نزلوا وحتى السلطان قرر ينزل على المظاهرة. نشوفه. بكلي للزر منيح يا عهرة بكلي. من وين اجتنا المظاهرة هلا؟ رح انجبر وقف المضاجعة مع الحريم. جهزوا حالكم يا بجم يا حيوانات يا بهايم بكل احترام. عطيني بوسلك عبيتك مولانا. يا حزكية مهفهفة. هذا بونس نظافة ريحة توفير. عفوا درت زكية شو أكل؟ شو هالمنظر؟ طالع مثل شباب الزفات. يلا على المظاهرة. حلو كتير هالكرسي من عند ايكيا. أصلاً أنا السلطنة مشهورة بالمفروشات. طالع شكلنا مثل اللمبادير اللي بلا لمبة. أنا ماني فهمان ليش عم ننزل على المظاهرة بهالتياب. أنا خايفين تطير الأبوعة من خرطوم المي. ما تخاف، إذا السلطان قال ننزل هيك بتسد بوزك وبتنزل هيك. إذا صار ما صار منقلهم عم نصور مسلسل حريم السلطان. حلو الخدعة مو؟ خايفانين من اللمبادير والتكاية العراسي شو بنعمل فيها؟ أنا برأيي نتحش كل الأبوعات بمؤخرتنا. بس ما بدي يطلع شكلنا مثل مريم فارس أو كيم كارداشيان. إجا السلطان كله يشلح. وزب يا حيوانات، جاهزين المظاهرة يا بهايم؟ يخرب بيتك أبوعتك أضرب من أبوعتنا. حلو هالكرسي الجديد، منين؟ من عند أيكيا؟ أصلاً أنا السلطنة مشهورة بالمفروشات. أوكي خلص كفى. أوكي. بعض السياسيين والمحللين المتعاطفين مع النظام السوري قايم قيمتهم على أردوغان. كيف عم يقمع التظاهرات بخراطيم المايمة؟ كيف بيعملها؟ مان يا زلمة شي مش إنساني ولو النظام السوري أعطينا دروس بالإنسانية من زمان وجاي. منشان هيك أجينا اتصال مع النائب وليد جملات لنعرف أكثر عن رؤيته السياسية عن الموضوع. وليد بيك مساء الخير. سلام. مساء الخير. سلام وتحية إلى الصديقة العزيز فؤاد يمين. نعم كيفك لابد من الفظامة في مكان ما. إنني قلق على الأحداث التي تحصل في تركيا، قلق على تلك الفتاة المسماة بفاطمة. نعم. فاطمة التي اغتصبت في مكان ما من قبل بعض الأتراك. بالضبط. إني خائف أن تكون عرضة للاغتصاب، عرضة للاغتصاب مجددا من قبل قسم الشرطة. لابد من تحييدها لدرء الفتنة. ونذكر آنذاك كلام الشاعر التركي رولي بولي. نعم رولي بولي عندما قال شربروم. نعم شربروم أي الاغتصاب في خراطيم المياه. إني خائف من جزء ثالث ورابع لفاطمة. ولابد من تحييد تلك الأنثى الجميلة أو شخصة السلطان هيام.
يعني شو بدي يقول الواحد يا أرض اشتدي ما عليك يقبش فعلا. مش بيقبش نعم يقبش لا أكثر ولا أقل شكرا, شكرا لك وليد بيك على المداخلة على التليفون. نعم. وزير الخارجية السوري دعا الشعب السوري إلى عدم السفر إلى تركيا بسبب الأوضاع الأمنية. لا حنون حنون الوزير يعني وقلبه على شعبه إنه ما يسافروا على اسطنبول لأنه في خرطيم مية يعني ما بتعرف روحوا على القصير إنه ما في شيء بالقصير بين السوريين أصلا في لبنانيين عم بيخوضوا حربهم على أرض الآخرين يعني وضع عن جد الكار على الاخر كثير الكار الكار على الاخر الكار عرفتهم هول اللي بيجوا طوال هيك الوضع بريك صغير بعد الاعلان ابو طلال واكيد مشروع الصرف الصحي بصيدا انا مره تزلطت كل نمان تفوت على البحر ايه اجى هيدا عرفته هيدا القنديل لا هيدا اللي بيكون واقف على البحر هيدا الكبير هيدا شبيك البيك لك لا ولك هيدا اللي بيكون واقف على الباب الباونسر ايه اجى قال لي تعبت احكيك كلمه مان اللي بيفرجيني شايفه من البحر ورا بقى